أهلا بكم. زين الدين زيدان يتبرع من جديد للجزائر لمجابهة فيروس كورونا، وهذه المرة يتبرع بسريرين للإنعاش لمستشفى سطيف. التفاصيل تأتيكم بعد الفاصل. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس كي يصلكم كل جديد أولا بأول. لسلامتكم وقعدوا في ديوركم. قام النجم الفرنسي زين الدين زيدان بالتبرع بسريرين إنعاش ومجهزين بكل اللوازم الطبية، بالإضافة إلى مضخات التسريب، إلى مصلحة الإنعاش بمستشفى سطيف في إطار جهود مجابهة فيروس كورونا. وقدم مدرب ريال مدريد المعدات الطبية عبر مؤسسته الخيرية، وهو الذي سبق وأن قدم تبرعات مماثلة لمستشفيات بجاية وتيزي وزو. وكان زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد تبرع بمعدات طبية لدعم جهود الهيئات الصحية في الجزائر لمكافحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 في ولاية بجاية شهر أفريل الماضي. وقدم زيدان المعدات الطبية عبر مؤسسته الخيرية، ووجه لولاية بجاية شرقي الجزائر مسقط رأس والديه أقول. وذكرت وقتها خلية الإعلام لولاية بجاية في بيان أن مؤسسة زيدان الخيرية قدمت 5 مجموعات إنعاش تتضمن أجهزة تنفس صناعي وشاشات ومضخات حقن لفائدة المؤسسات الصحية في المنطقة. وفي شهر جوان تقدم زين الدين زيدان عبر مؤسسته الخيرية بمعدات تنفس اصطناعي لمستشفى نذير محمد في ولاية تيزي وزو. وزين الدين زيدان الذي ولد العام 1972 في مدينة مرسيليا الفرنسية، ابن عائلة جزائرية تنحدر من بجاية وهجرت قبل عقود إلى فرنسا. يشار إلى أن وزارة الصحة الجزائرية تسجل منذ أيام رقما قياسيا أو أرقام قياسية لعدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا، وكانت ولاية سطيف من بين الولايات المتضررة بفيروس كورونا، وتحتل المركز الثالث وطنيا بعد كل من الجزائر بعد كل من البليدة والجزائر العاصمة. وتقدم المؤسسة الخيرية التابعة لزين الدين زيدان في كل مرة مساعدات طبية في ظل انتشار فيروس كورونا لعدد من المستشفيات الجزائرية. وأكدت في وقت سابق أنها لا يمكن أن تتبرع لكل مستشفيات الجزائر، لكن نشاطها ينحصر في الولايات المجاورة لولاية بجاية أين يتواجد مقر المؤسسة الخيرية لزين الدين زيدان والتي يديرها والده. وكان عدد من النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي انتقدوا زين الدين زيدان الذي قالوا عنه بأنه لا يتبرع سوى للولايات التابعة لمنطقة القبائل، لكن مؤسسة زيدان الخيرية قالت أنها تنشط في إقليم ولايات محدودة.